بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا الماجشون يقول إنه لغة أعجمية ومعناه الأبيض المورد يعني الوردي، فلقب به لأن لونه هكذا. وقد اختلفوا أهل الماجشون أو الماجشون فيها ضبطان. نعم. أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يكن بين التشهد والتسليم. هذا الحديث الطويل الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، وظاهر الحديث أنه إذا قام إلى الصلاة الفريضة والنافلة، لكن سياقه في باب صلاة الليل يدل على أن مسلم رحمه الله يرى أن هذا في صلاة الليل، وهذا هو الأليق لأن هذا الاستفتاح طويل، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطول في صلاة الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي يشمل الوجه وجه البدن ووجه القصد، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها.
فالإنسان عند الصلاة يوجه وجهه البدني إلى الله، ويوجه وجهه إيش؟ القصدي إلى الله عز وجل. وقوله فطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق، فهو أول يعني ما خلق السماوات والأرض. حنيفا حال من وجهت، أي حال كوني حنيفا، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك مستقيما على توحيد الله، وأكد ذلك بقوله وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا فيه التفويض الشرعي والقدري. فإن صلاتي ونسكي هذا الشرعي، يعني أنني صلاتي لله ونسكي لله. والنسك هنا قيل إنه ما يتقرب به إلى الله من الذبائح، وقيل إنه جميع العبادات، فعلى الأول يكون عطفه على الصلاة من باب عطف العام على الخاص، وعلى الثاني من باب عطف المغاير على غيره. وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى حمله على العموم، فيكون المراد بالنسك جميع العبادات، جميع العبادات. إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي هذا الأمر الكوني، فمحيا الإنسان وممات الإنسان كله لله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت ويمد في العمر ويقصر في العمر. لا نعم لا شريك رب العالمين، وهم كل من سوى الله، لأن الوجود إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب والمخلوق مربوب. وعلى كل حال وعلى هذا فيكون مراد بالعالمين كل من سوى الله. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت أي بهذا الاعتراف والإخلاص أمرت، كما قال تعالى آمر النبي فاعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قيل إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة، وقيل المراد بالأولية هنا أولية السبق لا أولية الزمن، يعني معناها أنا أسبق المسلمين إلى الإسلام لقوة إخلاصه عليه الصلاة والسلام وثقته بالله عز وجل. نعم. الرواية الثانية بارك الله فيكم، الرواية الثانية أولى لأنها مطابقة للآية، الآية وأنا أول المسلمين اللي بين أيدينا وأنا من المسلمين، لكن الرواية الثانية أوفق من هذا لأن معها فيها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأنها المطابقة لإيش؟ للقرآن. طيب، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. الملك هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا أنت توحيد الألوهية. ومعنى لا إله إلا أنت أخنا الأخ هنا، نعم، لا معبود بحق ولا لا معبود حق إلا أنت. نعم، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان الإسلام. وإذا قلت لا معبود حق إلا أنت لازم من ذلك أن تقيم العبادة كلها لله، وألا تتبع الهوى، وألا تبتدع في دين الله ما ليس منه. أنت ربي وأنا عبدك، هذا اعتراف أيضا بربوبية الله تعالى وعبودية العبد، والتكرار في مثل هذا حسن لما فيه من تثبيت العقيدة وترسيخها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلمت نفسي، الإنسان يظلم نفسه، نعم يظلم نفسه، وإذا أوردها المهالك، لأن نفسك أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وإذا كان الإنسان مسؤولا عن أهله فهو مسؤول عن نفسه. ولهذا قال ظلمت نفسي، بماذا يظلم الإنسان نفسه؟ بواحد من أمرين،
إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. ومن المحرم أن يفعل ما يضر البدن، فإن الإنسان منهي عن أن يفعل ما يضر بدنه، فإن فعل فقد ظلم نفسه. واعترفت بذنبي، أي أقررت بذنبي، والذنب هو المخالفة سواء ترك مأمور أو فعل محظور. فاغفر لي ذنوبي جميعا، اغفر لي أي استرها وتجاوز عن العقوبة، لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما يوضع على الرأس اتقاء السهام، وفيه أي في المغفر ستر وإيش ووقاية. وعلى هذا فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين: الأول عقيل الستر بحيث لا يطلع عليها إلا الله، والثاني العفو والتجاوز حتى يكون وقاية. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان مجبول على محبة ستر الله عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهر هو الذي يفعل الذنب ثم يصبح يتحدث به إلى الناس، فهذا قد جنى على نفسه وظلم نفسه وظلم غيره أيضا، لأن غيره إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون بالواجبات أو يفعل المحرمات إيش اقتدى به وتجرأ